باسمي تعالى. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء. اليوم أخوتي وأخواتي نريد أن نتحدث عن حكم شرع وهو الحجاب. ننطلق اليوم من كوننا جميعا اليوم مسلمين، لدينا الرسالة الإسلامية المحمدية متمثلة بالقرآن الكريم، ونحن كمسلمين يجب علينا الالتزام بكل الأحكام الإلهية، والحجاب حكم إلهي. جاءت فتاة إلى أحد العلماء والسيد الخميني قدس سره وقال له صف لي بعض الكتب. قال لها عليك برفع الحجب قبل جمع الكتب، معناه أنه الشخص يجب أن يقوي علاقته بالله سبحانه وتعالى وأن يعمل على طاعة الله سبحانه وتعالى والسير بكل ما استطاع من سبيل، رجل كان أو امرأة، ذكر كان أو امرأة، لنيل طاعة الله سبحانه وتعالى ولنيل رضا الله سبحانه وتعالى. يعني الآن لو كان هنالك لك مسؤول، يمكن الآن موجودات بعض الأخوات الطالبات أو الطلاب مقبلين على مرحلة امتحانية، نشوف شلون أنه فترة الامتحانات تكون فترة عسيرة على الطالب، يحاول أنه يلتزم بتعليمات الأستاذ، شنو اللي المادة اللي مهمة، شنو المادة اللي مهمة، شنو اللي واجب علي أن أقرأ أستاذي، شنو اللي مو واجب علي أقرأ أستاذي، ويعمل بكل ما أوتي من قوة كل الطلاب حتى الشاطر والمشاطر مع تفاوت المستويات العلمية، يحاول أنه ينجح في الامتحان. مسؤولة الدائرة، الوزير، رئيس الدولة، إذا كلفك بعمل شوف أنه أنت تحاول أنه قدر الإمكان أنه تنجز هذا العمل وبهمة وبنشاط. إذا كان هناك شخص تحبه، عندما يأمرك بشيء أو يأمرك بقضاء حاجة أو يكلفك بواجب، لاحظ إحنا شنو؟ لاحظ شو راح يكون الإنسان مندفع في سبيل إكمال هذا الواجب وإنجاز هذه المهمة. هذا كله مع المخلوق، كيفما إذا كان الخالق سبحانه وتعالى، كيفما إذا كان هو رب السماوات ورب الأرض، الله سبحانه وتعالى يأمرنا بحكم شرع، فما شو نقول لله سبحانه وتعالى؟ ماذا يكون ربنا الله سبحانه وتعالى؟ كيفما إذا كان رسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله يأمرنا بأن نلتزم بحكم ما أو نلتزم بأمر ما، ماذا سنفعل؟ ماذا لو كان الحجاب هو حجاب الزهراء عليه السلام، فاطمة الزهراء عليه السلام، سيدة الفضيلة على مر دور الإنسانية، ماذا نفعل؟ كيفما لو كان من أمرنا هو الإمام علي عليه السلام أمير المؤمنين، كيف إذا كان من يأمرك هو الأئمة الأطهار عليهم السلام، كيف إذا كان من سيأمرك هو الإمام الحجة عبد الله بن الشيخ؟ ما الذي سنقوله؟ تحضرني قصة قرأتها في أحد الكتب الدينية أنه رجل أراد أن يقابل الإمام الحجة عبد الله بن الشيخ، فدلوه قالوا له 40 أسبوع أقرأ، أعتقد أتذكر على ما أتذكر كان دعاء 40، زيارة 40 للإمام الحسين عليه السلام، قال له واظب على قراءة هذا الدعاء 40 أسبوع في جامع السهلة ترى الإمام الحجة عبد الله بن الشيخ. هذا رجل الدين معالم دين ظل يواظب على قراءة الدعاء، ينتظر ينتظر ينتظر، وإذا بالجمعة 40 يقرأ وفي باله يقول لحد الآن أنا لم أرى الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، وإذا به ينظر من بعيد وكأنما من إحدى نوافذ في المنازل المحيطة يصعد عمود من نور إلى أعلى السماء. أنا ما أتذكر هو كان جامع السهلة وغير مسجد، لكن هي بمختصر الرواية، فذهب خلف النور هذا، خلف هذا عمود النور، ودخل إلى مكان ووجد جثة امرأة وهنالك رجل عليه ملامح الوقار يصلي على هذه الجنازة. عندما انتهى من الصلاة قال له إذا كنت تريد أن ترى الإمام الحجة أجل الله فرجه الشريف فعليك أن تلتزم بأحكام الله كما التزمت هذه المرأة. قال له من الذي فعلته هذه المرأة؟
كيفما إذا كان الحجاب هو حكم أخبرنا عنه أو دلنا عليه وأمرنا به القرآن الكريم. قال تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جنبهن. صدق الله العلي العظيم. هذا كلام واضح. الحجاب لا يعني طمع المرأة وعزل المرأة. يجي يقول لك شخص يقول لك ماكو آية أقرن في بيوتكن. نعم، هذه الآية كان المخاطب بها نساء الرسول، زوجات الرسول، زوجات النبي محمد صلى الله عليه وآله، لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى أنه لو خلقت إحدى نساء الرسول واختلقت، ما الذي سيحدث من هذا الاختلاط وما الذي سيجره من ويلات على المجتمع الإسلامي. أما النساء واضح، الرجال يغضون أبصارهم والنساء تغض أبصارها. إذن هنالك ماذا؟ نوع من الاختلاف، لكن ضمن إطار وضوابط شرعية يحفظ بالطرفين الرجل والمرأة كرامتهم الإنسانية ولا يجعله ينحدر إلى مستوى الحيوانية والمهنية. بعد كل هذا ممكن أن يجيك شخص يطلب منك أن تحصل الله في هذا الموضوع أو في هذا الحكم، يقول لك تعال ناقش الحجاب، حكم لو مو حكم، حجاب واجب لو مو واجب، أو يطلب من المرأة أن تنزع الحجاب كما يحدث الآن في بعض الدول الغربية والعربية والإسلامية للأسف الشديد. نقول لهم أنكم تريدون منا أن نرد على الله سبحانه وتعالى، أن نناقش المخلوق، هذا ممكن، أما أن نناقش الخالق سبحانه وتعالى كيف؟ وما الذي جرته من الويلات عن الذين يحاولون التشكيك في الله سبحانه وتعالى؟ نقول لهم ديننا يقول طبق ولا تناقش. كلمة الدين واحدة، كلمة الحوزة واحدة، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. أما المرأة التي تحاولون أن تتباكون عليها فنقول لكم أن الإسلام والقرآن الكريم أعطى للمرأة ما لم تعطه الحضارة للمرأة، أعطى للمرأة من حقوق ما لم يعطه دين للمرأة. المرأة سابقا في بعض الحضارات، وكلكم أكيد اطلعتم، كانت تعامل كما لا يعامل حتى الحيوان، ليس لها كرامة وليس لها احترام وليس لها نصيب في أي شيء. في بعض الحضارات وفي بعض الدول عندما يموت الزوج تدفن المرأة حية مع زوجها، تحرم من نعمة الحياة، تحرق مع زوجها. إلى وقت قريب في هذه الدول التي تتباكى على المرأة وتبين نفسها أنها تريد حرية المرأة وما يريدون بالمرأة إلا أن تكون مصيدة ينصبها الشيطان، هؤلاء كانوا لا يورثون المرأة. قبل قرون كان الإسلام والقرآن قد ورث المرأة وأعطاها حقوقها كاملة. القرآن نظر للمرأة هذه النظرة، قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو الفاصل. الطريق واحد، رجل كان أو امرأة تريد أن تتوصل لرب العالمين، هذا طريقك. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ممكن أن تصل إلى الله وممكن أن تصل إلى معرفة الله. الفاصل بين المرأة والرجل ماذا هو؟ التقوى. إن كرمكم عند الله أتقاكم، الماهية الإنسانية يا واحدة سواء كانت امرأة أو كان رجل. وقال تعالى: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. من يفتي بالنساء؟ الله سبحانه وتعالى. أكو أعظم من هكذا منزلة؟ الله سبحانه وتعالى يفتي بالنساء. أي منزلة عظيمة أعطاها الإسلام والقرآن للمرأة. شيء آخر للمرأة، الله سبحانه وتعالى جعلها قدوة للإنسانية كلها. قدوة بماذا؟ قدوة بالخير وقدوة بالشر. كيف؟ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط،
امرأة فرعون في دعائها قال العلماء هم هناك ست نكات لطيفة وعظيمة عندما قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمل المنجم من القوم الظالمين. ايش قالت المرأة فرعون؟ هذه المرأة العظيمة اللي الله سبحانه وتعالى ضرب مثل الذين آمنوا في القرآن وعلى مدى الدهور والعصور امرأة تبوا أخواتي امرأة ضرب مثلا بامرأة لم يضرب برجل لكن قال امرأة هذه مثلا الذين آمنوا يعني هاي المرأة المؤمنة مثال وقدوة للرجال والمؤمنات. ايش طلبت هذه المرأة؟ قالت له ابن لي عندك بيتا في الجنة. يقول العلماء لم تقل ابن لي بيتا عندك بيتا يعني مفهومنا أو بلهجتنا طلبت الجار قبل الدار طلبت الله سبحانه وتعالى أرادت أن يعني واي من الأدعية تقول أننا نسألك الجنة لكن واحد أن تطلب جنة واحد أن تطلب جنة عند الله سبحانه وتعالى. شوف هذه المرأة العظيمة طلبت لقاء الله وطلبت قرب الله فكم كانت عاشقة لله وكم كانت عارفة بالله الله سبحانه وحده يعلم بحيث جعلها مثلا للذين آمنوا. لكن تجد من يريد أن يحرفك عن جادة الصواب يريد أن يقول لك أنه هذا الإسلام دين تحجب ودين تخلف والمحجبات متخلفات وهذا طمع للمرأة واضطهاد للمرأة. لماذا؟ هل هو دفاع عن المرأة؟ هل هو دفاع عن الرجل؟ لا، الله سبحانه وتعالى بين لنا قال تلك حدود الله وبين لنا أنه من يريدون أن نخالف حدود الله هؤلاء شردوا من عندنا. قال تعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يعني ذولا لا هم دفاعا عن المرأة ولا دفاعا عن الرجل لكن هذول اتبعوا شهواتهم انحرفوا فما يعجبهم انه يجدون الطرف الثاني الطرف المسلم والمجتمع المسلم مجتمع ملتزم باحكام الله لانهم كفروا بالله سبحانه وتعالى واتبعوا اهواءهم واتبعوا شياطينهم شياطين الجن والانس. لكن ماذا ارادوا؟ ارادوا انهم ايضا المسلمين يميلوا معهم يتبعون نفس شهواتهم فيميلوا ميلا عظيما وينحرفوا عن جاده الصواب. ونسأل هؤلاء الذين يطالبون بالمساواة يطالبون أن تتساوى المرأة مع الرجل نقول لهم أنتم ايش حققتوا لمجتمعكم؟ ايش حققتوا المرأة بمجتمعكم حتى تجون اليوم أن تطالبون يقولون احنا نريد ندافع عن المرأة ونريد المساواة. انظروا إلى تظاهراتهم واحتجاجاتهم في الدول الغربية انظروا إلى مدى التدمر هنالك. لا توجد حرية لا يوجد تكافؤ بالفرص بين النساء والرجال. كم امرأة الآن وزيرة تلك الدول التي تدعي أنها حققت الحرية للمرأة؟ كم امرأة هي رئيسة الدولة؟ كم امرأة تتسلم مناصب رفيعة؟ كم نسبة تمثيل النساء في البرلمانات عندهم؟ ما هي نسبة تكافؤ الفرص بالتعيينات؟ عندهم الرجال مظلوم فضلا عن المرأة، الرجل نفسه مظلوم. لا يوجد هنالك حرية إلا لفئة قليلة متسلطة ومتحكمة في سلطة القرار وفي صنع القرار، أما الباقين فمهمشين. يدعون حرية الإعلام، أين حرية الإعلام؟ لا توجد حرية إعلام. يجعلونك تتكلم بما يوافق حق الدولة. أما ما لا يوافق حق الدولة فيمنعونك عنه. وإذا كانت هناك فرصة لك حتى تحكي، هناك في الدول برا، إذا كانت لك فرصة حتى تحكي وتقول اللي تريده، فهم يدعونك تقول ما تريد ويفعلون هم ما يبغون. إذا صماء وطشاء، ما يسمعونك ولا ينفذون اللي تريده. وهذا احنا لمسناه اليوم، احنا لمسناه من جد الديمقراطية الزائفة للعراق. وأنا بشكل خاص أنا منتبه على هذا الموضوع. شوف من تتكلم كلام حق وتنتقد حالة باطلة في المجتمع وفساد مستشر في المجتمع ما يطلبونك. أنا في اليوم سويت لقاء على إحدى القنوات الفضائية المعروفة وكان الألمانية طبعاً وكل القنوات الألمانية ما عدا الجزء اليسير الآن اللي نقول إنه تحاول إنه تسير على خط أهل البيت عليهم السلام ونطلب منهم أن يكونوا يا إما خط أهل البيت حقيقي أما هكذا لا يجوز. إنا هديناهم من الجيد ما شكر وهم كفور. يا إما حق يا إما باطل. أما بين بين هذه سياسة مش حقيقية.
سوينا لقاء على واحدة من القنوات الألمانية. كان هنالك مقدم برامج تطرق الموضوع إلى أنه صار الكلام عن العلمانية وعن فشل العلمانية كفكرة التطبيق وإنها لا تلبي طموح البشرية وليست هي التي توفر السعادة للبشرية وإنها طروح فاشلة. وتكلمنا عن الحجاب وتكلمنا بحقائق كثيرة وإذا بهذا البرنامج لم ينشر. اتصل بي بعد يومين يمكن يومين أو يوم لا أذكر بالتحديد اتصل بي المقدم هذا البرنامج وهذا دكتور مشهور ومعروف قال دكتورة من وراش أنا وصلوني من القناة ليش سبحان الله قال كيف سمحت لها أن تدافع عن الإسلام. إذن أين الحرية وأين الديمقراطية؟ هذا كلام زائف وشعارات زائفة لما نحطها على أرض الواقع لا تطبق. إذن هي فكرة ناقصة وغير قابلة للتطبيق. وانظر الآن الحرية إرادتها للمرأة من هي الولادة التي جرتها على المجتمعات الغربية بل وحتى المجتمعات الإسلامية اللي بدأت تعمل بنظام القانون الوضعي وبدأت تأخذ قوانينها وتجاربها من الغرب اللي هو أصلاً فاشل. ارتفاع نسب الاغتصاب، ارتفاع نسب الاعتداء على النساء، ارتفاع نسب القتل، الخمور، المخدرات، السرقة، الزنا بالمحارم. رجل نمساوي ذاك اليوم في حادثة شهيرة 24 سنة هو محتجز بنته ومنجب من عندها أولاد. كيف عرفوا بهذا الأمر؟ بعد أن قتل أحد أولاده من بنته عرفت الشرطة في موضوعه. هذه الحرية؟ يقولون أنه شيل الحجاب حتى يشفع الشخص المقابل من هذا الموضوع يصير إلى موضوع أنه يرى امرأة بدون حجاب شيء طبيعي. الشهوة غريبة. إذا لم تحكمها بقانون وبضوابط وبأطر شرعية إنسانية أصبحت ناراً يأكل الأخضر واليابس. وهذا ما يحدث الآن في الغرب. هم الآن عندهم الآن ما في حجاب، قليل جداً حجاب. إذا لماذا هذه نسب الاغتصاب عالية؟ أنه لا تحكم الشهوات والغرائز والعلاقات بين الرجل والمرأة إطار شرعي وإطار إنساني يحفظ للطرفين كرامتهما وإنسانيتهما. وتعال شوف إحنا شنو اللي صار عندنا بعد الغزو الثقافي والفكري اللي إجى علينا على يد حزب البعث الكافر وجاءت أمريكا الظالمة الشيطان الأكبر لتورد لنا غزو فكري وهجمة شرسة ارتفعت بموجبها عمليات الاغتصاب، السرقة، احتساء الخمور، بل والبارات الآن وفر لها حمايات. البارات وفر لها حمايات. شبكات الدعارة الآن مرتبطة بمسؤولين في الدولة. وبعد ذلك الآن قبل سنة إجانا تقرير رفع عنا أنه نسب الطالبات في داخل الجامعات اللواتي يحتسين الخمور ارتفع إلى 15% في طالبات الجامعات. هذا كله بسبب ماذا؟ بسبب الغزو الثقافي. حتى أنه قبل فترة أنا ما أبدأ أبتعد عن الموضوع بس هذه معلومات مهمة جدا. قبل فترة كان هناك في إحدى المدن في العراق زواج لاثنين مثليين. طيب الآن لماذا الحجاب؟ لماذا هذه الحملة ضد الحجاب؟ ولماذا المراد من المرأة أن تنزع الحجاب؟ ولماذا يطلب من المرأة أن لا تلتزم بالحجاب؟ لماذا؟ الفكر الشيوعي وضع المجتمع واحتكر الفرد لصالح المجتمع، استنزف كل طاقات الفرد لحساب المجتمع. الفكر الرأسمالي ما الذي عمله؟ استنزف كل طاقات المجتمع لصالح الفرد، الفرد يحتكر كل شيء. الإسلام والدين الوحيد والفكر الإسلامي هو الذي وازن بين الفرد والمجتمع، حيث واهتم الإسلام اهتماما شديدا بالأسرة لأنه اعتبر أن الأسرة هي نواة المجتمع، والأسرة التي تبني مجتمعا صالحا هي الأسرة التي تتكون من فردين صالحين، رجل صالح وامرأة صالحة. ومضى الإسلام ليهتم أكثر وأكثر ويولي اهتماما كبيرا بالمرأة لأنه اعتبرها قطب الراحة والقطب في داخل الأسرة. إذا كانت المرأة صالحة صلحت الأسرة وبالتالي صلح المجتمع، وإذا كانت المرأة والعياذ بالله فاسدة فسدت الأسرة وفسد المجتمع.
إذا انتبه الغرب إلى هذه القضية، لأن هناك كثيرين من الشياطين، من اليهود، من الصهاينة، والاستعمار وقوى الاستكبار تريد أن تفتت المجتمع الإسلامي، أن تهدم المجتمع الإسلامي. ليش؟ لأنهم تعرف اليهود ليش حاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حاربوا الرسول لأنهم يعلمون أنه أرادوا أن يكون دينهم فقط هو الدين الوحيد اللي منتشر في العالم. قتلوا الأنبياء من أجل أن يكونوا هم مسيطرون في العالم. عندما جاء النبي محمد صلى الله عليه وآله قال أن الإسلام هو الروح العادلة الوحيدة التي سوف تطبق في العالم. وعلى يد من؟ على يد إمام الحجة عبد الله خليفة الشريف الذي هو من ذرية الرسول محمد صلى الله عليه وآله، وهم كانوا يريدون أن يخرج المخلص منهم، فحارب الرسول صلى الله عليه وآله منذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا وحتى ظهور الإمام القائم عبد الله خليفة الشريف. فبالتالي هم يريدون أن يفتتوا ويمزقوا هذا المجتمع الإسلامي. كيف؟ بمن يكون سببا للفساد أو يكون سببا لصلاحه. من هو؟ المرأة. فكيف يفسد المرأة؟ يجب أن يسلبوها دينها. كيف يسلبون المرأة دينها؟ أن يسلبوها عفتها وفضيلتها. كيف يسلبوها عفتها وفضيلتها؟ بأن ينتزعوا منها الحجاب ويجبروها أن تنزع الحجاب. الآن انظروا على الحملة على الحجاب في داخل الدول الغربية. ادخلوا على الإنترنت انظروا كم هي الحملة شرسة. لماذا؟ لأن الحجاب يشكل مؤشر مهم على انتشار الدين الإسلامي. اليوم نشوف بالدول الغربية محجبات يقول لنا أبو إسلام، صح ولا لا؟ من أنا أروح تركيا أشوف محجبات أقول لنا أبو إسلام، من أروح فرنسا أشوف محجبات أقول لنا أبو إسلام. الإسلام صار الدين الرسمي الثاني في بعض الدول، انتشر انتشار هائل. الآن هم الآن يعيشون أزمة، يعانون أزمة هذه الدول، أزمة اسمها الخوف من الإسلام، الخوف من انتشار الإسلام. فالآن يريدون أن يمنع الحجاب حتى لا يكون هناك مؤشر على انتشار الحجاب، على انتشار الإسلام، وبالتالي أيضا لا تكون المرأة المسلمة المحجبة قدوة قد تقتدي بها غيرها من النساء غير المحجبات في تلك الدول. يتبجحون بأنه الحجاب يقيد حرية المرأة، هم من يقيدون حرية المرأة. انظروا ماذا يفعلون. المرأة إذا دخلت الجامعة وهي محجبة تطرد وتفصل من الجامعة. المرأة إذا دخلت إلى دائرة وهي محجبة تفصل من الدائرة. المرأة إذا مشت بشارع وهي محجبة في دول تمنع الحجاب يتبعون انتزاع من شعر الحجاب ويسجنوها. أما هناك دول تفرض غرامة على الحجاب تصل إلى 1000 يورو وأكثر لكل تلبية حجاب، مبالغ كبيرة حتى يفرضون عليها أنها تنزع حجاب هذه المرأة وتسير في الشارع. الآن هناك منظمات تسمى منظمات الضغط، لوبي صهيوني أمريكي في أمريكا. ماذا تعمل؟ أقامت الدنيا ولم تبقى لهذه المنظمات. على شنو؟ شلون يريدون يسوون مكان لوضوء المسلمين؟ ليس لازم، لا يجوز أن يكون هناك مكان لوضوء المسلمين، لا يجوز أن يكون هناك مكان لصلاة المسلمين. يريدون الآن أن يسنوا قانون في داخل الكونغرس الأمريكي ومجلس النواب الأمريكي يمنع المواطن الأمريكي من اعتناق الدين الإسلامي، وإذا اعتنق الدين الإسلامي ماذا؟ يحكم عليه ب20 سنة أقل شيء. إذا مشكلتهم مو فقط الحجاب، مشكلتهم الدين الإسلامي كله. بدليل في تونس عندما منع الحجاب، منع الحجاب، بعد منع الحجاب اتجهوا إلى أنه يمنعون الصلاة في داخل المؤسسات والشركات التونسية. وحتى لما يروح واحد اللي بيصلي إلى الجامع لازم عنده بطاقة، لازم يروح ياخذ بطاقة من السلطات التونسية، هاي البطاقة ممغنطة مثل الحاسوب، يعني حتى شقيت أنت لازم يمك من خلالها يعرفون أنت كم ركعة صليت. وإذا طب المسجد وما عندك هاي البطاقة تطلب من هذا المسجد. هذا دكتاتور تونس. أين الإسلام وأين الدكتاتور تونس إلى مزبلة التاريخ وكل من يحارب الإسلام. ثم نحن نسأل، هل هناك دين يحلل السفور؟ أنتم تريدون أن تحللوا السفور. هل هناك دين أباح السفور؟ هل هناك دين حلل السفور؟ لا. هل كانت أم موسى عليه السلام سافرة؟ لا. هل كانت مريم عليه السلام سافرة؟ لا. هل كانت زوجات الحواريون سفور؟ لا. لا يوجد أي دين يحلل السفور. إذا لماذا تريدون أن تفرضوا
علينا الشيء الذي هو أصلاً محرم في دياناتكم. أنا عندما قدت حملة لنصرة المرأة المسلمة ونصرة الحجاب ليس في الغرب فحسب، حتى ونحن محتاجين أنه إحنا ننصر الحجاب، لأنه أنا جتني معلومات هناك من جامعات من تفرض على المرأة أن تنزع العباءة وتدخل. إحنا طبعاً ما نقول إنه العباءة واجبة، لكن لا نقول لمن ترتدي العباءة أن تنزع العباءة، ويقولون حرية، هذه حرية المرأة، وهي أن ترى تكاملها بالشكل الذي ترى. نحن نريد أن نعبد الله من حيث يريد هو، وهم يريدون أن نعبد الله من حيث يريد هم، وشتان بينهم. بالجامعات الآن بدت هنالك محاولات أنه محاربة للحجاب، بالبداية يبدأ بالنقاب، بعدين العباءة شوي شوي إلى أن يصل الحجاب، ووصلت النوبة إلى داخل البحث الإعداديات. وصلتني شكاوى من بعض بناتنا أنه بداخل القاعة يقولها انزع الربطة. يا بليش انزع الربطة؟ والله أخاف حاطة غش داخل الربطة. زين بسيطة فتشها قبل ما تدخل القاعة. أما أن تنزع الحجاب ويكون هنالك المراقب أو المفتش رجل، فأنتم بديتوا الآن تريدون تمشون على غير خط ولن يكون لكم هذا. الحجاب سلمت عليه كل الديانات. عملنا احنا حملة لنصرة الحجاب، وردت علينا احدى الكاتبات دكتورة كاثرين ميخائيل، ونزلت بأبشع الألفاظ وأبشع الصفات على المحجبة. احنا نسألها نقولها لماذا تلبس الراهبات الحجاب في داخل الكنيسة؟ ليش يلبسون الراهبات الحجاب في داخل الكنيسة؟ ولماذا عندما تدخل المرأة المسيحية إلى داخل الكنيسة تغطي رأسها بالنصرة؟ ولماذا كانت مريم العذراء عليه السلام محجبة؟ هل ما ذكرتيه على المرأة المحجبة ينطبق على مريم العذراء عليه السلام اللي تقولين أنه أني أنت ميلادينها؟ لا، ما أصابكم هو ابتعادكم عن فضيلة مريم عليه السلام وما تريدوه لنسائنا اليوم. في إيطاليا هناك وزير داخلية اسمه جوليانو أماتو. هذا الرجل طلبوا منه قالوا له الآن أنت راح نبدي الحظر الحجاب. قال لهم كيف تريدونني أن أمنع الحجاب وأنا صور مريم وتماثيلها أمامي موجودة معلقة وهي ترتدي الحجاب؟ شلون تريدوني أنا أقول إنه الحجاب مو صحيح وأنا مريم العذراء أمامي ترتدي الحجاب؟ إيش قاموا يسوون؟ هناك اتجاهات علمانية قالت شو تسوي؟ تطالب اليوم بأنه تكون هنالك صور وتماثيل لمريم العذراء عليه السلام وهي لا ترتدي الحجاب صفور. ولا تتعجبون، لأن قبل فترة في أمريكا سووها، أرادوا أن يكون المسيح عليه السلام رجل أسود فسووا رجل أسود. يعني شنو اللي يعجبهم هم يسووه بالأنبياء؟ هم إذا كانوا قتلوا الأنبياء، لأنهم مدير تلك المؤسسات ومدير تلك الدول التي تطالب بنزع الحجاب هم اليهود والصهاينة، هم من يكره الإسلام. ولتجدن أشدهم عداوة الذين آمنوا اليهود. أخوتي وأخواتي، ربما ينجح الاستعمار في يوم ما أن يحتل دولة، أن يسقط نظام سياسي، أن يقيم نظام سياسي، أن يحتل دول عسكريا، ولكنه أبدا أبدا لن يستطيع أن يسيطر على الشعوب المسلمة حتى لو احتلها إلا بعد أن يسلبها ديننا، ولن يستطيع أن يسلبها ديننا بإذن الله. قال تعالى: ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم. اليوم أنا جبت لكم بعض المقتطفات، ما قدرت إنه أستوعبها كلها. بعض ما يقوله اليهود، حاخامات اليهود والقادة الماسونيون عن الحجاب وعن المرأة المسلمة وكيف يريدون أن يسيطروا عليها. يقول أحدهم: لن نسيطر على الشر، يعني على الإسلام، إلا إذا خلعت الفتاة المسلمة حجابها. فإذا خلعت الحجاب كسبنا القضية، يعني دمرنا الإسلام واستطعنا أن نستولي على الشر، يعني استطعنا أن نستولي على الإسلام. في بروتوكولات حكماء صهيون شو يقولون؟ يقولون علينا أن نكسب المرأة. نكسب يعني شو؟ يعني نسبها. ففي أي يوم مدت لنا المرأة يدها فقد ربحنا القضية. قضية شو هي قضيتهم؟ قضيتهم اللي هم إجوا عبروا محيطات وبحار وجوا للعراق على موتها، هي قضية الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، هي قضيتهم. والإمام الحجة هناك شروط للظهور، هناك شرائط للظهور. أحد الشرائط هو أن تكون هناك قاعدة مؤمنة وتتحمل المسؤولية وتكون مجتمع رصين واعي لأحكام الدين ومتمسك بأحكام الدين. فإذا كانت المرأة يفسدوها وتفسد المجتمع، فأي قاعدة ستكون للإمام صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الذي
الشيء الآخر يقولوا من أولوياتنا، من أولى الأولويات إفساد المرأة المسلمة. ليش؟ لأن الرجل سوف يجد نفسه فاسدا، لأنه أما سيكون بين امرأتين، أما امرأة مسلمة أفسدناها، وأما امرأة أصلا محل أبدا، بالتالي سوف يفسد الرجل ويفسد المجتمع ونستطيع أن نسيطر عليه. وقال أحد القادة المصريون: كأس وغانية يفعلان بالأمة المحمدية ما لا يفعله ألف مدفع ودبابة، فأغرقوا أمة محمد بالشهوات، يعني بالأفلام الإباحية وبالزنا وبكل شيء، مسلسلات الدبلجة. منظمات دولية الآن دولية تمول مشاريع لإفساد المرأة. أنا أكو أمور غريبة ساعة، يجب أن ننهض من المستهجن أن هذه الأمور كلها وهذه الحملات كلها وهذه الأموال كلها تصرف لتدمير الإسلام، ولا نتحرك، لا يتحرك المجتمع المسلم والشعب المسلم بدافع عن دينه. أنا قبل يومين اتصلت بي إحدى النساء في منطقة شعبية فقيرة في بغداد، قالت: دكتورة، امرأة جاية من برا، في عراقية جاية من برا، ممولة تمويل كامل، افتتحت منظمة اسمها منظمة حرية المرأة. ماذا تفعل هذه المنظمة؟ تحث النساء على عدم لبس الحجاب، تدعو النساء إلى أن تكون لها، يقولها ماكو إشكال إذا كانت لك أكثر في علاقة من أكثر من رجل. شوف التفكير هذا بيحدث. شو يستغلون المرأة؟ يستغلون جهلها، يستغلون ضعفها، يستغلون فقرها، فيبدون ينخرون في عقلها ويمرون من خلالها المؤامرات الفاسدة في سبيل إفساد المجتمع. شخص آخر، أحد الحاخامات، قال: أنا أعلن قبل سنوات بالإعلام أنه عندنا ثلاث حلول لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي أو الإسلامي مع الإسرائيلي. إيش قال؟ قال: الحل الأقرب إلى قلبه وعقله، هو يقول لك عندي ثلاث حلول، لكن الحل الأقرب إلى قلبه وعقلي، هذا كلامه، أن تبذل الدوائر الصهيونية في إسرائيل والعالم قصارى جهدها من أجل علمنة المجتمع، بحيث يتم القضاء نهائيا على أسس وتعاليم وتاريخ الإسلام، تحويلهم إلى مؤسسات ألمانية بحتة لم تبحث عن مقدساتها، لم تبحث عن إسلامها. وعلينا شحذ همة المرأة المسلمة على الاهتمام بشبابها، وأن لا تلبس الحجاب، وأن نعطيها وسائل التجميل، وأن نقول لها أن الحجاب يغطي جمالك فاخلعيه ولا تلبسه. سيبل ابني شو تقول؟ هذه المجرمة الفاجرة تقول: نعم للجنس والقتل من أجل إسرائيل. شوف شلون يحثون على دمار المرأة، على إفساد المرأة من أجل ماذا؟ من أجل إفساد المجتمعات. أخواتي، يأتون الآن بمختلف الحجج في الغرب، تحديات تواجهنا، يجب أن نعلم، يجب أن نجاوب، يجب أن ما نبقى ساكتين. يقول لك أن الحجاب مظهر إرهابي، الإرهاب هو من أدخلته أمريكا. الآن تنظيم القاعدة وزعماء تنظيم القاعدة هم قيادات جندت وعيدتهم بالتابوت حتى تشوه الإسلام، حتى تخلي القادة الإسلاميين هم عبارة عن قادة إرهابيين. حتى شنو؟ حتى تحضر أي قائد إسلامي يطلع هو قائد إرهابي، لازم تحاربه. فإذا ظهر الإمام الحجة عبد الله فجر الشريف، هي خلت قاعدة وفي ذهن الناس، في ذهن العالم كله، أي قائد إسلامي هو إرهابي، إذن لازم نحارب الإمام المهدي عبد الله فجر الشريف. هذا تفكيرهم. يقول لك أنهم يضطهدون ويطمعون المرأة من خلال الحجاب. أنتم من تضطهدون المرأة عندما حرمتوها من فرص العمل لأنها محجبة، حرمتموها من فرص التعليم لأنها محجبة. نحن دين الإسلام يقول: العلم فريضة، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. واستمرت الحملة ويقولون أن هنالك غفل من الآباء، هذا في داخل فرنسا، حتى جاءت قصة الفتاتين لم عليدي وليلى ليدي، هاي الفتاتين أشهرتا إسلامهما والتزمتا بلبس الحجاب، وقالت: لم ندخل المدرسة إلا ونحن مرتديات الحجاب، مع العلم الأب يهودي والأم مسيحية. نقول لهم: من أجبر هاتان الفتاتين أن ترتديا الحجاب إذا كان الحجاب هو فرض؟ جو بعدين شو يسوون؟ أحد رؤساء فرنسا السابقين في خطاب إلى ميز بين، قال: إن رمزية من الرموز الدينية الحجاب، وأسبل عليه كل الصفات المزيانة. يعني شوفوا حكي رديء، أتهم الحجاب العنصرية، القمع، اضطهاد للمرأة، اضطهاد بحرية المرأة.
وفي ومريم عليه السلام عندما فاجاها المخاض ماذا قالت؟ قالت ليتني اتقد مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وزينب عليه السلام ماذا قالت؟ حملت جسد اخيها الحسين عليه السلام وقالت ربنا تقبل منا هذا القربان. هل يوجد صبر كهذا الصبر؟ لن تيأس ولن تشكل على الله سبحانه وتعالى. زينب عليها السلام في موقف رفضت ان تشكل على الله او ان يقل صبرها، بينما مريم قالت ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. خافت، ارتبكت، اشكلت، اعترضت على الله. مريم عليه السلام الله سبحانه وتعالى في الجوع والعطش اعطاها تحتها جوع وعطش، قال لها وزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا، قال لها لقد جعلنا تحتك نهرا سريا. بينما روحوا يا الى زينب عليه السلام جوع وعطش تحملت، شتان بين ان تبشر بولاده نبي وبين ان تبشر باستشهاد سيد شباب اهل الجنه. مريم عليه السلام بشروها بانه سوف يكون لها نبي، يعني سوف تلد نبي. بينما زينب عليه السلام ماذا؟ استشهاد الامام الحسين عليه السلام. مشت زينب ومشت مريم تحمل طفل، تحمل نبي حي، وزينب عليه السلام تحمل معها رؤوس، تحمل معها راس اخيها الحسين عليه السلام، تحمل معها راس اخيها العباس عليه السلام واهل بيتها والانصار. وقفت مريم وهم يشتموها، لم تدافع عن نفسها وانما كان هنالك من يدافع عنها، اشير له في المهد، كلم الناس ودافع عن والدته نبي الله عيسى عليه السلام. لكن زينب عليه السلام وقفت وحدها يشتمونها، فدافعت بكل جرأة وكل بطولة، وكانت كلسان علي عليه السلام الذي هشت عروش الطغاة فهزت عرش يزيد عليهم لعنة. لهذا أخوتي وأخواتي في ختام هذه المحاضرة أقول إنهم يستخدمون نزع الحجاب سلاحا لضرب الإسلام، تفتيت المجتمع الإسلامي. علينا أن نقاوم المرأة والرجل أيضا بتربيته بنته، تعليم زوجته أن الحجاب حكم شرعي، حق إلهي، ليس من حقي أن أتنازل عنه، ليس من حق العائلة أن تقول متى يلا نزعي أنا بتنازلي ما لبش نفسي الحجاب، ليس من حق الزوجة أن تقول المرأة نزعي الحجاب أنت ما لبش الحجاب تلبسين الحجاب أنا متنازل عن حقي، ليس من حق المرأة أن تقول أنا ما أريد ألبس حجاب متنازل عن حقي، هذا ليس حقنا، هذا حق الله سبحانه وتعالى، حق إلهي وأمانة إلهية يجب أن نؤديها بأن نحافظ على الحجاب وأن نقاوم، أن يكون الحجاب سلاح مقاوم ضد الغزو الثقافي والفكري، وأن نعلم بناتنا وأخواتنا أن هنالك من يريد أن يضرب حجاب فاطمة الزهراء عليه السلام، وتجاه هذا نحن نقول نتمسك بالحجاب ويكون الحجاب سلاحا لمقاومة الظلم والباطل والفساد المستشري والذين يريدونه أن يستشري أكثر وأكثر وأكثر في داخل جسد المجتمع الإسلامي، تمهيدا للتسلط على الإسلام والقضاء على الإسلام. ولكن أنى لهم هذا وجود المخلصين الذين يعلمون كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويبينون للناس أن الحجاب هو حكم إسلامي. وأنا أقول لأخواتي علموا النساء أنه الحجاب هو الفضيلة، وأن الحجاب سوف يسد كل منافذ الشيطان التي يريد أن يفتحها علينا الشيطان الأكبر. عضوا النساء أخواتي عضوهم. وأروي لكم، أنا أختم محاضرتي بقصة أخلاقية، يروى أنه عابد كان في أحد الأيام من العباد كان يعبد الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، واعتزل قومه وقضى سنين في عبادته،
الشياطين اجتمعت تريد تنال من هذا العابد. دزوا احد الشياطين تمثل له بهيئة بشر بدا يعبد الليل والنهار الله سبحانه وتعالى، هذا يصلي يعبد الله. هذا العابد يقعد يرتاح، يشوف هذا الشيطان يعبد الله ما يتعب، يقعد ياكل هذا الشيطان ويعطي شيطان، يعطي عابد في داخله تحرك شيء في داخله يقول ليش هذا عبادته احسن من عندي؟ هذا هم خلل في دينه. المفروض هو يكون انه عبادته بيني وبين الله، الله سبحانه وتعالى هو اللي يحدد عبادتي هذه مقبوله عن عباده هذا الشخص. قعد ساله قال له انا بس اريد اسالك سؤال، ليش انت اللي تعبد يعني ما تتعب انت؟ ليش عبادتك افضل من عبادتي؟ انا ما ارتكب الذنب في حياتي ومع ذلك انا اشوفك انت عبادتك اكثر من عبادتي واقوى من عبادتي، انت ايش سويت حتى تكون عبادتك افضل من عبادتي؟ قال له هذا الشيطان قال له اني اذنب الذنب ثم تبت من عنده، فاذا كنت تصير من عندي روح اذنب ومشيته يدون يودوه الى منزلق الهاوي يردوه يذنب يردوه يعصي. فكل ما تيجي اكو امراه هنالك موجوده امراه موجوده في هذه المدينه ومعروفه بسمعتها غير جيده والعياذ بالله، نزل هذا العابد راح كان يريد انه يرتكب معصيه يقول انا ارتكب معصيه واجي اتوب حتى يصير عبادتي مثل عباده هذا الشخص. دخل الى هذه المراه، هذه المراه قالت له انا عرفت انت عابد لا تخرج منك هذه الامور، ليش يعني؟ ليش تريد اليوم ان ترتكب فعل فاحش محرم وفاحش؟ لماذا؟ قال لها انا اكو شخص يمي شفت عبادتي افضل من عبادتي، سالته قال لي انا ارتكب الذنب وتبت عنه. قالت له لا، ان تكون تائبا عن المعاصي خير من ان ترتكب معصيه ثم تتوب عنها. اخرج هذا ما زين لك الا الشيطان. رجع العابد الى نفسه ورجع قال الله ما زين لي هذا الامر الا الشيطان. هذه المراه ماتت من ساعتها، الله سبحانه وتعالى قبض روحها. وإذا اليوم الثاني تجد المدينة مكتوب على باب دارها هذه إن هذه المرأة قد دخلت الجنة فصلوا وقوموا على جنازتها. هاي الناس شكت شنو القضية؟ شلون هذه المرأة إيش وضعيتها؟ شلون إنه هذه المرأة إحنا نجي نصلي عليها وندفنها؟ هذه المرأة امرأة غير جيدة، امرأة منحرفة، كيف إحنا هذا الأمر يعني شلون إحنا نصلي على جنازتها؟ إلى أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى أنبياء لأحد الأنبياء اللي كانوا موجودين في تلك المدينة فجاءوا أعلمهم بالحادثة فصلوا فكفنوها ودفنوها وصلوا عليهم صلوا عليها. هذه المرأة التي وعظت مع كل التاريخ البشع الذي لديها عندما وعظت شخص ونهته عن أن يرتكب معصية دخلت الجنة والله سبحانه وتعالى غفر لها. فالكيف بالمرأة إذا تحجبت وسدت